مرحبا، اسمي فاطمة البنوي. أمس قدمت معاكم في المعهد العالمي العربي فيلم قصير باسم غمضة عين. الفيلم يعتمد على مشروع خاص بي بدأته في 2015 اسمه القصة الأخرى. مشروع القصة الأخرى يجمع قصص حقيقية صفحة واحدة من غير اسم وبخط الأيدي وبخطوط الأيدي من العامة في جدة مدينتي في السعودية. وبدأ المشروع أني كنت أطلع للعامة، للفضاء العام، للشارع، وأتكلم مع الناس المارة في كافيهات، في الجامعات، في البازارات، وأطلب منهم أنهم يكتبوا قصصهم أو قصص حياتهم. طبعا في جزئية تانية هي جزئيتي أنا كفاطمة الممثلة، فكنت حابة أني أتقمص هذه الأدوار. لكن غير هذه النقطة، طبعا كثير من الناس حيقولوا أنه هذه هي النقطة وبس، لكن في عمق أعمق أحب أني أشاركه، اللي هو أنه لما يكون في شخصية واحدة بتتقمص أدوار خمس شخصيات، إحنا بنلتقي في ذات القصة أو بنلتقي في ذاتنا. فكنت حابة أنه أبلور هذه الفكرة للجمهور المشاهد، أنه إحنا بنلتقي وبنشترك في قصصنا وبنتشارك لحظات حتى لما ما نكون واعيين من هذه المشاركة. فمرة كانت نقطة مهمة بالنسبة لي أنه يكون في شخص واحد بيأدي كل هذه القصص، لأنه الهدف الأسمى من مشروع القصة الأخرى أنه إحنا نشترك الإنسانية. فأنا لما أتقمص دورك بأحس بيك، بأحس بالمعضلة اللي بتعدي فيها، بالأسئلة اللي بتسألها لحالك، وانت لما برضو بتشترك في شخصيتي وفي قصصي بيتم نفس وذات المشاركة.